راح لها بعد 6 سنين ووقف شغله من الحزن على رحلها. هند صبري سبب عودته وبيساعد المواهب، كان بيتمنى من ربنا يجمعه معاها في الجنة وبيكتب لها كل يوم رسالة تخلي الحجر ينطق. اتعرف بطيبة قلبه واحترامه ووفائه لمراته، وكان بيقدم ورش سيناريو بالمجان. تفاصيل محزنة في حياة السيناريست شريف بدر الدين قبل رحيله. ايه هي ابرز اسرار حياته؟ يا ترى ايه سر رحيل مراته دينا؟ يا ترى ايه سبب رحيله؟ وايه مصير بناته اللي سابهم صغيرين؟ يلا بينا اقول لكم على التفاصيل في الفيديو اللي معايا، بس خليكم مكملين للاخر. صدمة كبيرة قوي بيعيشها نجوم الوسط الفني والسوشيال ميديا بعد رحيل السيناريست شريف بدر الدين، والحقيقة ان كل اللي عارف قصته موجوع قوي عليه، واللي يعرفها بيتوجع برضه. الكل مش مصدق ان شريف خلاص فارق دنيتنا بالشكل ده. هو رحل بشكل مفاجئ بعد ما جات له ازمة قلبية، وطبعا ده كان بسبب الحزن اللي هو عايش فيه بقاله اكتر من 6 سنين بسبب رحيل مراته دينا عنه واهتمامه ببناته الصغيرين وتربيته ليهم. تخيلوا انسان بقاله سنين ما شافش الفرحة وقفل على نفسه. حكايته صعبة حبتين، يعني من واحد كل يوم ينزل رقم تنازلي علشان مستني اللحظة اللي حبيبة عمره كل مراته دينا هتولد فيه وتجيب له بنتهم التانية، وفجأة يطلب من الناس تدعي لمراته علشان تعبت ولازم تولد بدري قبل ميعادها، يروح معها المستشفى علشان تولد وتخرج بنته للدنيا ومراته تفارقها، وتفاجئ من الدكاترة بتقوله البقاء لله، المدام في ذمة الله. ما اقولكوش بقى على حالته وكانت عاملة ازاي، انهار وما كانش قادر حد يصبره، والكل قال يومين وينسى ويعيش حياته، بس للأسف ده ما حصلش خالص. شريف بدر الدين عاش على ذكراها، اتعلق بيها اكتر علشان ما كانش بيحبها وبس، لا ده كان بيعشقها عشق. ومن بعد رحيلها وهو كان بيجتهد علشان يربي بناته الاثنين ويعوضهم عن رحيل والدتهم، ما هم لسه عصافير زي ما بيقولوا. شريف بعد خالص عن كتابة الاعمال الفنية رغم ان كان من انجح المؤلفين في الوقت اللي هي رحلت فيه، وكل اللي شاف هبة رجل الغراب يعرف هو ازاي موهوب وناجح في شغله، بس فراق حد بتحبه صعب قوي وبيسد نفسك عن كل حاجة في الحياة. شريف بدر الدين كل يوم على صفحته على الفيسبوك يكتب كلام صعب قوي، يخلي الحجر يتكلم ويقولها اصل بيكلمها كانها موجوده معاه، وبيحكي لها ايه اللي حصل في يومه مع بناته واكلوا ايه وعمل لهم ايه. وكانت طريقته في الكتابه تخلي كل اللي يشوف البوست يعيط ويدعي له ربنا يصبره على فراقها، وهو يرد عليهم ويقول لهم ربنا يجمعني بيها في الجنه. حتى صوره الفيسبوك عمره ما حط صوره ليه لوحده، لازم يحط الصوره اللي كانت مراته دينا معاه فيها، وهو امنيه شريف اتحققت النهارده وربنا هيجمعه بمراته دينا بعد فراق 6 سنين. شريف اتعرف في الوسط الفني كله باحترامه وجدعنته وحب الخير للناس كلها، وطيبة قلبه لما كان بيشوف حد موهوب في الكتابة يكلمه بنفسه ويقول له معاك السيناريست شريف بدر الدين، وشفت كتاباتك وحبيت اكلمك واقول لك انك لازم تكمل في الكتابة لانك شاطر جدا وليك مستقبل كبير. يا على الانسانية، بس سبحان الله هم الناس الطيبين عمرهم قصير للاسف. شريف بدر الدين كتب اعمال فنية مهمة وناجحة جدا، ومسلسل شبر مية ورأس الغول، وكان اخر عمل رجع بيه للكتابة بعد غياب سنين هو مسلسل مفترق طرق للفنانة هند صبري.